تدن مع المزيد من الغدد أو جهاز الغدد الصماء. جهاز الغدد الصماء هو عبارة عن جهاز متكامل من الغدد، يعني كل منها تفرز أنواع مختلفة من الهرمونات التي تنتقل عبر الدم. نتعرف عن قرب يعني بشعل عجالة على جهاز الغدد الصماء. إذا جهاز الغدد الصماء الرئيسية يعني للأنثى مثلا مقابله الغدة الصنوبرية في الدماغ، مقابله للذكر الغدة النخامية، أيضا الغدة الدرقية مشتركة، وأيضا الغدة الزعترية بين الثدي، وأيضا الغدة الكظرية أو والبنكرياس والمبيض والخصية. إذا نتحدث عن مشاكل الغدد الصماء، يمكن أيضا يعني لو تحدثنا عن قرب مشاكل الغدد الصماء ومن البيئة ومسبباتها، يمكن أن تأتي الهرمونات الأجنبية من مجموعة متنوعة من المصادر، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. غالبا ما توجد الاستروجينات الأجنبية التي يصنعها الإنسان في مستحضرات التجميل وبعض الأطعمة وبعض الأدوية والمنتجات البلاستيكية ومثبطات اللهب ومبيدات الآفات. تشمل الاستروجينات الأجنبية الموجودة بشكل يعني بشكل طبيعي الاستروجين أيضا النباتي، وهو مركبات شبيهة بالأستروجين من النباتات، والأستروجين الفطري أيضا هو مركبات شبيهة بالأستروجين من الفطريات. بينما توجد الهرمونات الأجنبية الطبيعية، لا يوجد أو لا يعني لا يوجد أكثر هذه المركبات الموجودة في الطبيعة القادرة على التفاعل مع مستقبلات الأندروجين البشرية. لذلك من المرجح أن تتلامس يعني تتلامس البشر من الأندروجينات الأجنبية عن طريق تناول الاسترويدات الابتنائية، وأيضا أو من خلال الملوثات اللي هي مبيدات الآفات العضوية الكلورية، وتحدثت أنا عنها، وأيضا ثنائي الفينيل المتعدد الكلور، مركبات ثنائي بنزو ديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران، وهي من المبيدات الآفات المعروفة باحتوائها على الأندروجينات الأجنبية. تحدثت أنا عن الديوكسين في قناتي الأولى، وهو مخلق. عندما تتواجد بكميات زائدة داخل جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الهرمونات الأجنبية مجموعة من المشاكل الصحية بسبب اضطرابها في جهاز الغدد الصماء. الاسم الذي يطلق على هذه الهرمونات الخارجية هو مسببات اضطراب الغدد الصماء بسبب ميلها لتقليد سلوكيات هرمونات الجسم المنتجة بشكل طبيعي. إذا ليش نحن سميناها إذا هذه الاضطرابات الصحية التي تسبب هذه الهرمونات الأجنبية؟ لماذا يعني سببنا أو أطلقنا عليها هرمونات جنسية أو كذا أو استروجينية؟ إذا لأنها تميل لتقليد سلوكيات هرمونات الجسم المنتجة بشكل طبيعي، وتتضمن الآثار السلبية للإفراط في تناول الأستروجين الأجنبي قائمة طويلة من تشوهات النمو، خاصة عندما يحدث التعرض من خلال فترة ما بعد الولادة الحرجة، عند التعرض لمستويات عالية من الأستروجين الأجنبي بعد الولادة بفترة وجيزة، يتم إعاقة تطوير الجهاز البولي التناسلي والجهاز العصبي، حيث من المعروف أنها حساسة بشكل خاص للاضطراب الهرموني. أيضا المزيد عن الاستروجينات، عندما يحدث التعرض خلال هذه المرحلة أو المرحلة المبكرة من الحياة، تميل هذه التأثيرات إلى أن تكون دائمة. تختلف عواقب التعرض المفرط للهرمونات الأجنبية في مرحلة البلوغ، لذلك وأنا تحدثت في فيديو عن الفينول، وهو المادة الأساسية فيه البلاستيك، يعني في البيوت وفي يعني البلاستيك في الأطعمة وكذا التي في الأكياس البلاستيكية، وأيضا درجة حرارة معينة، يعني هذا والتعرض المفرط احنا ذكرنا.
إنه يساعد في بلوغ الفتيات الصغيرات، يعني هو هذا هو هرمون الاستروجين، تبلغ الفتاة قبل وقتها يعني وهي صغيرة تبلغ، وإنه هو لأنه هذا أو الاستروجين الصناعي يقلد الهرمون الاستروجين الطبيعي. فلذلك نلاحظ إنه من الإكثار من المواد البلاستيكية، وأنا تحدثت عنه في هذه القناة يعني عن تأثيراته السلبية، يمكن الرجوع إليها إلى الفيديو يعني للاستزادة. إذا يعني قلنا إنه في حالة التعرض المفرط غالبا ما تأخذ بمشكلات المرتبطة بالهرمونات الأجنبية لدى البالغين، شكل زيادة خطر الإصابة بالسرطان في الأعضاء التناسلية الثانوية مثل الثدي، الرحم، المبيض، البروستات والخصية. يعزى أيضا عدد الحيوانات المنوية عند الرجال والخصوبة عند النساء أيضا إلى التعرض للهرمونات الأجنبية في مرحلة البلوغ. عندما تكون موجودة في الجسم يمكن أن ترتبط الهرمونات الأجنبية باستقبالات هرمون الأستروجين في الدماغ، مما يؤدي إلى اضطراب في نظام الغدد الصماء ككل. وقد لوحظ أيضا أن هذه العوامل المسببة لاضطراب الغدد الصماء تؤثر على مستويات سلوكيات عدد من الهرمونات الجسم الأخرى. بسبب هذا أيضا من الصعب إقامة علاقة نهائية بين هرمونات الأجنبية والمشاكل الصحية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالآثار. من التأثيرات على الجسم، يعني ما تأثيراتها على الجسم؟ تشير الأبحاث إلى أنه التعرض لهرمونات أجنبية معينة يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، بما في ذلك العقم والبلوغ المبكر ومشاكل الغدة الدرقية وانتباه بطانة الرحم وأنواع معينة من السرطانات. وقد زعم أيضا يعني من الأفكار التي ليس مثبتة، زعم أيضا أن بعض أنواع الأستروجين الأجنبي والأكثر شيوعا الأستروجين النباتي والأستروجين الفطري يمكن أن يكون لهما أثر صحي مفيد. هذا ما يزعمون، على الرغم من أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى توجد فوائد أو ما إذا كانت تفوق المخاطر الصحية المحتملة لهذه المركبات. يمكن أيضا لمركبات الهرمونات الصحية المحتملة أو الأجنبية والمركبات الأخرى المسببة لاضطرابات الغدد الصماء أن تحجب وتعطل كذلك الوظيفة الطبيعية للهرمونات وجهاز الغدد الصماء في الجسم. لذا فإن الحالات المتعلقة باختلال التوازن الهرموني أو جهاز الغدد الصماء الذي يعمل بشكل غير صحيح ممكنة بعد التعرض للهرمون الأجنبي. تم اكتشاف بعض الهرمونات الأجنبية في أنسجة الثدي لدى بعض النسوة أو النساء المصابات بسرطان الثدي، مما يشير إلى وجود علاقة بين التعرض للأستروجين الأجنبي وسرطان الثدي. ويمكن أن يحدث هذا في كل من الرجال والنساء، على الرغم من أنه النساء قد يكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من الهرمونات الأجنبي بسبب شعبية مستحضرات التجميل بين النساء. وقد يكون الأمر كذلك أن النساء يصبن بسرطان الثدي بشكل عام أكثر من الرجال، حيث لا يوجد دليل قاطع على أن السرطانات الثدي مرتبطة بالأستروجين الأجنبي أكثر شيوعا بين النساء من الرجال. بعد التكيف مع المعدلات المختلفة لسرطان الثدي، كما ترتبط الهرمونات الأجنبية بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الخصية والبروستات والمبيض والرحم.